طيب النجفة اللي عندك في البيت ايه هي المحتويات بتاعتها ايه؟ اكيد لمبة، دوايا دوايا ولمبة، والشابو بتاعها ممكن يكون قماش وممكن يكون ازاز وممكن يكون على حسب، صح؟ اللمبة بقى دي اللي جوه دي عاملها ازاي؟ والراجل ده المرة اللي فاتت ما ادالناش الا الفلان لايت ثم الديسك لايت وهو مشابه ليه، بس ده دايرة وده مربع ثم المش لايت. المش لايت ده اللي هو بيعمل لي هو مين اللي كان قال لي ان هو ما جاش المره اللي فاتت؟ انا مين؟ انا انا ايوه مين مين؟ ديوان ديوان سوري. طيب بص، هو اللي انا اقصده ديوان اللي هو ايه؟ المش لايت ده لما اروح استخدمه عشان اروح اعمل بيه للباب، عشان اروح بيه اروح انور بيه جسم شيء، يعني مثلا اسم فندق، اسم صيدليه، شابوه، عايزه تعملي اللي هي زي تحت السلم ممكن تعمليها مش لايت. خدت بالك؟ اهم حاجه اللي هي المقارنات اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت الشكل. استنى يا جماعه، دي واحده، دي واحده معايا. ايوه يا جماعه، انتوا معايا ولا فين؟ طيب مع حضرتك خلاص. فانا عندي هنا اهو اللي هو الشكل الشيب ده، فانا عندي من ضمن انواع اللايت اللي احنا خدناها اللي هو البلان لايت، وعندي اللي هو المش لايت، وعندي كمان ديسك لايت. طب الديسك لايت او البلان لايت ده بينور لي يا اما فوق يا اما تحت، انا محتاج حاجه زي اللمبه. اللمبه دي بتنور قد ايه؟ 360 درجه، صح؟ تمام ولا ايه مالك؟ اه طب خلاص نجيب الامتحان بقى ونخلص نجرب، حتى على الاقل الناس تشد نفسها شويه. ها؟ لا والله مع حضرتك تمام. طيب اوكي. طب انا عندي هنا زيطه، اشيل الزيطه دي ازاي؟ انا همسك الكوت اللي انا محتاج اشتغل عليها بس وهدوس الت كيو. خلي بالك اللي انا بعمله ده انا ممكن اوقف الدنيا واعيده مليار مره، فما حدش يعني يحس ان في خطوات ممكن تتوه، مش هيحصل. طب الشكل ده كده بقى انا عايز اشتغل فيه، ممكن اخلي هنا الفي ري دي اخليها هنا برسبكتيف عشان اقعد اقلب نفسي كده ايه؟ مع النجفه اهي. طب ايه هو اللي هو فيه ما شابه اللي هو شكل اللمبه؟ انت محتاجه حاجه تكون بتنور 360 درجه، فهتلاقي عندك من ضمن اللايتس اللي هي اللي موجوده اهي، ادي الفيري لايت اهي، وحضرتك هتلاقي هنا اهو حاجه اسمها ايه؟ سفير. هو السفير يا جماعه مش شكل دائري؟ تمام. يبقى معنى كده ان السفير لايت ده ممكن اوله 360 درجه شبه اللمبه بالظبط. وبرضك خلي بالك واحنا بنسمه ان الشوط بتاعنا يبقى واقعي، فانت بتروح تطبقي اللي هو فيه ماشي اللي انت شايفاه بره. فانا هاجي اخد هنا سفير لايت، وهاجي مكان الشمعه دي اهي كده، وهاجي اروح جاي عامل هنا اهو شكل سفير اهي. خدي بالك من حاجه، هي اترسمت بس اترسمت على الزيرو زيرو، حد شايفها؟ وهاجي اروح جاي رافعها فوق الشمعه كده اهي، ومحدش كروت لان كل كروته بتنقص من واقعيه الصوره بتاعتها. وحاجه اكبرها مثلا شويه الريديوس بتاعها. طب تمام. وطبعا انت عندك المالتي بلاير وهنرجع لها، وعندك اللون وهنرجع له. خلاص؟ طيب انا هكررهم ازاي؟ ومنتهى السهوله، احنا خدنا هنا هيراركي بدل ما اروح اعملها مانيوال. بيفوت. هاجي هنا بالسناب واروح جاي هنا واخد البيفوت. بيفوت. واروح جاي واخد دي كده اهي،
روح مشاور على ده كده. واقفل البيفوت تاني لو حد فاكر. ايوه الانجل واروح جاي هنا اروح حاططه كام 360 على 6 فيها كام؟ يعني 30 60 على طول 60 يعني انت اختصرت الدايره في 180 درجه. يلا الحمد لله. بص انا حاجه دوت شيفت واروح ساحب كده مره واحده. وحضرتك لازم اهم بقى في الموضوع انا ماشي تاتا تاتا عشان اخد هنا انستنس، لان انا مش معقول اروح اغير لمبه لمبه ان شاء الله ما اتغيرت يعني. فانا كده عملت 5، يبقى انا عملت واحده وظبطتها ثم خدتهم ايه انستنس. طيب انا هاجي بقى هنا للموديفاي اللون بتاعها عامل ازاي. تعال ناخد مثلا ممكن ابيض وممكن ناخد الاورنج. تعال ناخد الاورنج ده قوته قد ايه 30. طيب بصوا في حاجه انا بعملها ما اعرفش تحبوا تعملوها او لا، لما بروح اجرب يا اما بدي افكت قليل. انا طبعا هي الستاندرد كذا لازم اشوف. طب انا عايز ازودها، لما تيجي تزودي زودي جامد قوي عشان تبقى انت تحسي بالليمتس انت ممكن تشتغليه. انت معايا؟ يعني لما تيجي تجربي عشان تشوف الافكت. ودايما خلي بالكم من حاجه، دايما الناس بتقع في ايه؟ تيجي تحط لمبه وما تنورش. في حد او في لمبه عاديه تنور في فدان ارض؟ طالما ايه؟ لمبه واحده تنور فدان ارض؟ لا لازم. لا كده لازم اربط ما بين حاجتين، النسبه القوه والمساحه. فانت ممكن تبقى انت عندك مساحه كبيره قوي وحاطه فيها لمبه او مجموعه لمبه مش هتنور. لا انت ممكن بدل ما هي 30 تحطيها مثلا 3 مليون ساعتها كده تنور. فانت خدي بالك من مقاساتك والايه والارض. ماشي. حاجه اشيل الايزوليشن اهي، خدتي بالك؟ وخدي بالك انت عندك هنا قبلكين كمان. انا هاجي اخد من هنا شاف واروح طالع بواحد كده اهو انستنس برضك اهو. بس خدي بالك احنا محتاجين ان احنا نروح نرجع البيفوت بتاعه. تعالي نكبر ده كده عشان نشوف. اخد ده كده اهو بره والبيفوت هرجعه مكانه. ونسيب بيفوت اهي اهي مكانها ومحدش يكروت. يعني انت تعملي زوم وتجربيها كده خلاص وشفت وروح واخد اختها الناحيه الثانيه انستنس برضك. امسك الاثنين. ايه ده؟ لا امسك هنا اختار من هنا لايت عشان يبقى ماسك اللايت فقط. ثم حاجه اقول له هنا شيفت وروح صاحبي كده. بس خدي بالك ارتفاع الاباليك غير ارتفاع النجفه. هنروح الفرونت ده. حاجه هنا في الفرونت اهي. وانزل بيهم قيمه مكان الشمعه فقط. تعالي بقى نرجع للي هي ايه. هو كده هتعمل الايفكت بتاعها على الحيطه يعني ايفكت اللمبه ديت مش مفروض بيبقى ليها ايفكت كده الاباليك بالذات يعني بينزل يا اما فوقيها يا اما تحتيها نور على الحيطه؟ لا ما حصلش. حد حصل حد حصل عنده الكلام ده؟ هي قصدها يحصل هنا كده يعني؟ لا ده انا بغلبها بس مش اكتر. انا عارف هي قصدها على اللي هي الاي اس اللي هي اشكال السبوت اللي بتترمي على الحيطه. اللي حضرتك نفس صورتها دي. انا بغلبها بس مش اكتر. لكن اشكال الاباليك ما بتديش الكلام ده على الحيطه. ومين كان بيسالني؟ منير اعتقد صح؟ لا ساره. طب عارفه يا ساره ليه انا غلبتك؟ لان انت عندك الاباليك ما بتديش الايفكت ده الا اذا كان ازاز او اذا كان شفاف. لكن لو هو ازاز مصنفر او هو شابوه مثلا قماش او ماده ما بتطلعش النور قوي عمرها ما تديك الايفكت ده. الايفكت ده تدوري فوق وتحت فقط. فاهماني؟ اما اللي هو الشكل اللي بيبقى نازل المودرن يعني جدع. اما الاشكال اللي بتبقى نازله على الحيطه دي ودي هناخدها في اشكال السبوتات النهارده حالا بعد دي على طول. ماشي اللي انا وريتها لكم. تمام خلاص حاجه كده واروح جاي عامل هنا ريندر ونتفرج هل هو فيه لايت ولا. احنا كنا خلينا قوة اللايت كام؟ 30 تقريبا 30. وعايزكم دايما ما تستنوش الريندر، انا عايزك تقري الريندر، يعني انت كده من بصتك اللايت ضعيف قوي، حد شايفها؟ ما تستنيش، هو ما عندناش وقت ان احنا نقعد نستنى كل شويه الريندر يخلص، مش هنخلص. فتعالي انا كده كده عاملهم انستنس، فانا هاجي هنا اهو اخليها 300. يعني رحت زودتها 10 اضعاف. هل شايف حاجة؟ لسه ما ظهرت ليش. انا مش باين او ابتدت تبان يعني. عن الاول. طب نورت؟ نورت.
بس ضعيفة، بس جايز عشان في إضاءة خارجية أصلا. ف ما أنا هقفلها دلوقتي وهعملك نايت شوت. أنا قلت لكم موضوع إن أنت ممكن تروح تعملي ريندر على جزئية معينة. لا دي بتاعت شكل إيه؟ البراد الأحمر. يعني بنعمل سيلكت البوكس لحاجة معينة. المرة اللي فاتت طبعا نسينا الحاجة طبعا نفسها. طبعا لا ثانية الحاجة نفسها نروح الامتحان ونخلص. انا اسفة. خدت بالك انا ممكن اجي للبراد ده واقول له حدد لي الحتة دي بس اللي انا عايز اروح اعملها رنه. هتشايفها؟ طيب تعالي بقى انا هعمل سيف بس عشان نكمل على ده. هعمل كده سيف وهروح اشيل اللي هي السكاي لايت وهشيل السان لايت. يعني هاجي هنا اهو كده انا عملت سيف عشان هروح افتح نفسه هو هو تاني من غير ما ايه من غير ما اعدي الحاجه. يعني انا هحذفها وانا مش عايز احذفها. همسك دي كده ديليت وهاجي هنا ريندرنج انفايرمنت واروح جاي هنا كليك يمين واقول له هنا كلير. خلاص انا كده بقى ما عنديش الا الاضاءه الداخليه فقط اللي هي فين اللي هي دي اللي هي بتاعت الشبابيك وبتاعت الايه الاباليك والنجف بتاعت الاباليك والنجف اللي هي فين اهي. طب انا مش عايز الشبابيك كمان ممكن امسكها وبدل ما الغيها هعمل هنا اوف. يعني اشيل علامه الايه صح هنا وتعالي بس هي المفروض ان هي انستنت صح. تعالي كده واروح اعمل ريندر على الكادر بتاعي اللي هو طيب تعالي نشيل ده بس الاول كنسل واشيل البراد اللي هو مربع احمر وعايز الشوت كله يترد. وشوفوا بس كده المنظر فرق ولا لا. في حاجه بانت على الحيطه من الاباليك. هو من ده يعني بس خدي بالك مش هي دي اللي انت كنت عايزاها. انت كنت عايزه اشكال الاي اس انا عارف. وصلت في الإضاءة خفيفة يا دكتور مش كده؟ يعني أنا بقى أزودها براحتي. طبعا تحب تزودها بس خدي بالك برضه مع الإضاءة خلي بالك هي مش خارجة لأن أنت عندك الشابو نفسه مش واخد ماتيريال فمعنى كده إن هي محكومة برضه خلي بالك. أيوة يعني مهما نزودها مش زي ما إحنا عايزين. تعالي نزودها ونجرب أهو. تعالي ناخد مثلا هنا اللايت أهو أنزل كده وأروح ماسك اللايت ده وأجيب بدل 300 حاجه اخليه هنا اهو كده 3000. شوف انا زودت قد ايه. ده مش بيأثر على وقت ال طبعا كل حاجه بتأثر. بيأثر ماشي. وما تنسيش موضوع السب ديفيجن احنا لسه ما لعبناش فيه كمان كل حاجه مقللينه اصلا. لا السب ديفيجن اللي في اللايت انت عندي جوه اللايت في سب ديفيجن اصلا. بص خد اللايت عامله ازاي هتشايفها. انا عايزكم تقروا قبل ما الريندر يخلص. الانتنسيتي المالتيبلاي المالتيبلاي انا زودتها 3000 ده حاجه كتير قوي. لو كمان الشابوهات نفسها واخده ماتيريال الموضوع هتلاقيه مختلف. انتوا معايا؟ طيب اخيرا عشان اسيبكم بس تجربوا في دي تمام. فين بقى موضوع سب ديفيجن ده اللي احنا مش هنلعب فيه دلوقتي؟ حد شايف تحت اوبشنز فيه ايه؟ قانون اسمه ايه؟ في سامبلنج. الله ومكتوب جنبيه هنا سب ديفيجن وفي رقم كام؟ 8. الله ده تمام. دي حاجه لا تذكر يعني بس هي مقفوله. افتحها منين؟ عشان دي مهمه. موديفاي؟ لا رفع الديفاي احنا مسلكتين ال ده مسلكتين. انا عامل لها سلكت بس عشان انت تشوف انها هتفتح ولا لا. مش عارفه ايه هو الشاشه عندك صغيره؟ لا انا كنت عامله زوم عشان انا مشغله من الموبايل بس. اوكي تمام. فانا عندي ريندر سيت ثم هتلاقي في عندك عناوين كتير بدل في ري وجواها هتلاقي في عندك عنوان اسمه ايه؟ جلوبال دي ام سي وفي عندك حاجه اسمها يوز لوكال سب ديفيجن. بص لما باجي احط علامه الصح انا هجيب لك الاثنين عشان لو حد حابب ياخدها لقطه للذكرى يعني. تمام. بص لما بحط علامه الصح ايه اللي بيحصل؟
حد شايف حاجة؟ أنا لسه مش شايفة. هتلاقي ان دي فتحت. طب دي انا بستخدمها امتى؟ بطبيعي ان انت لما بتروح تحط اضاءة يبقى في عندك نويز، النويز دي اللي هي بتبقى فيه نقط عندك في الشكل. طب انا هشيل الكلام ده ازاي؟ ما اتفقنا هروح ازود سب ديفيجن. السب ديفيجن دي موجودة فين؟ حد فاكر؟ في الريندر سيت اب. موجودة اولا في موجودة اولا في اللايت، ثم موجودة ثانيا في الماتيريال، ثم موجودة اخيرا في الريندرينج. وصلت؟ محدش يروح يزود سب ديفيجن في كل حاجة، الجهاز بتاعك مش هيقوم وممكن فعلا يتحرق. طب ايه هو الصح؟ هو انا مش فاهمه الفرق، يعني مش فاهمه لما زود سب ديفيجن ايه اللي. طب مين فاهم؟ طيب لا هو بيقلل النويز اللي في حاجه صح، بس لا اكثر يعني ككواليتي الصوره يعني. لا مش كواليتي الصوره، الكواليتي ان انت ما يكونش في عندك نويز عندك جوه الصوره. انت ما حضرتيش معانا موضوع سب ديفيجن؟ لا حضرت ما قلتش حاجه. طب انت نسيتي؟ طيب مثلا عشان اقدر اقول لك بس تعمل ايه. تقريبا يعني ممكن تديني بس هنت عنه وخلاص. طيب بص، المقصود ان انت عندك في اي اي اصل المفروض الغي دول الثاني، يعني المفروض مثلا عندك هنا هو لايت، هتلاقي في عندك هنا جنب الحيطه جنب جنب اللي هو الابليك ده هتلاقي في عندك هنا نويز. يعني لو رحت عملت له هنا ريندر وعملت كاميرا هتلاقي فيه نويز. ايه اللي بيشيل لك النويز؟ هي اصلا النويز ده جاي من اني اضاءه، الاضاءه اللي هنا بمسكها وباجي هنا في سب ديفيجن ازود. اوكي وهكذا بقى في اي نوع من انواع اللي هو اللايت، وكمان في الماتيريال وفي الريندر باجي برفعهم بس بنسب معينه، ودي هنمشيها واحده واحده. تمام وصلت؟ وصلت وصلت. حد يعرف يعملها؟ انت عندكم الفايل صح؟ اعملوها وارجعوا لي. ولا تحبوا عيدها تاني؟ ايه رايكم؟ ممكن نجرب ولو انا نسقط عشان دي جايه لكم في الامتحان، او لو حد عايز الدكتور يعملها تاني عادي. احبوا انا معاكم. تحبوا؟ انا طب جربوا وارجعوا. المهم اللي انت عندك دي هي عباره عن دوم لايت، ده عباره عن اضاءه بستخدمها في الاكستيريور شوتس، مش فاهم. فانا هروح اجيب اكزامبل من ضمن الحاجات اللي هي ايه الجاهزه اللي موجوده احنا نشتغل عليها. تعالى نشوف اي حاجه من الحاجات الجاهزه، ولا اجيب لكم الامتحان بتاع النهارده عشان تنوروه، ولا اخلي لكم مفاجاه؟ والله لو مش لازم مفاجاه، هدبسكم تدبيسه سودا. لا يا جماعه اتكلموا. والله بصي ولا حد بيسمع كلام. ماشي لا 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 انا ثانيه واحده، انا كنت بتكلم بس بالنسبه لي ما خدتش بالي. انا بحط الشاحن بس بجد مش عارفه. بص انا معايا كادر زي ده كده، الكادر ده اللي هو عباره عن كاسل حلو، فانا عايز اروح انوره. المفروض فيه ان هو كاميرا اهي، بيري كاميرا، ومفروض ان هو فيه بلان لايت اللي هو انفينيتي بتاع البحر لو حد واخد باله. على فكره ما حدش بعت لي شوت البحر، ها مفيش الا حد، مفيش الا هانيا بس اللي بعتهولي يا رجاله. لا خلاص يعني بعد بعد المحاضره على طول هتلاقيه مبعوت ان شاء الله. بص بقى انا هنا عايز انور، يعني انا لو جيت دلوقتي عملت ريندر، احنا اتفقنا بس على شويه حاجات لازم نعملها، ان انت لما تيجي هنا من قائمه ريندرنج ملف مفتوح لاول مره هعمل تشيك على حاجه بس عشان انت ما تتخانقش، اللي هي ايه؟ ان الريندر ده ما يبقاش ايه؟ حد فاكر؟ ما يبقاش سريع، ما يبقاش بطيء. ايه الريديانس ولايت كاش واجي اخليها هنا لو، ثم اللايت كاش بتاعي اخليها هنا 500 وهكذا. بعمل تشيك كده سريع. وطبعا كده كده الجاما شغاله في الماكس وموجود عندك هنا جوه الفي ري، وتتاكدي برضك ان هي ايه شغاله. هنوره ازاي؟ انا لما هاجي اعمل هنا ريندر، ايه رايك في الاضاءه بتاعته؟ واو ايش مش اي حاجه. تعالى بقى نستخدم بقى هنا الدوم لايت. ايه بقى قصه الدوم لايت؟ وخلي بالكم احنا ايه هنحكيها كانها حدوته. هو انت عندك اي لايت من ضمن اللايت اللي احنا استخدمناهم المفروض النتيجه بتاعتها ان هو بينور؟ بينور ايه؟ بينور نور. ماشي بس بايه؟ بلون. لون أوكي. ابيض، لون اصفر، لون اورنج، على حسب ما انت عايزه صح؟ احيانا بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ نزود في موضوع الواقعيه ده بقى ايه؟ زياده. فانا هروح استخدم دوم لايت. دوم لايت الكونسبت الاساسي بتاعها ان هي بتستخدم وظيفه حاجه اسمها اتش دي ار اي، بتستخدم صور تستمد منها الوانها عشان ترميها عندك على اصل الكتله. انت خدتي بالك؟ يعني مثلا انت الكاسل ده انت رحتي عملتي لي ايه؟ اكستيريور شوت، وهتيجي تعملي ريندر
مش انت من الطبيعي ان انت عندك شكل السماء ترمي عندك على الكتل دي وتبقى لون الكتل داخل على اللبني شويه؟ صح. طب لو انت جيتي حطيتي له اي لايت واديتي له لون هتبقى كويسه ولا فيك؟ هتبقى فيك. انا بقى عايز اروح استخدم الكلام ده او عايز استخدم HDRI عشان ابتدي ان انا اروح استمد منها الوانها وتترمي عندي على الكتل. احنا مش فاهمين منك حاجه. بص ادي الفيري لايت اهو، وهاجي اخد من هنا اللي هو الدوم لايت اهي، وهاجي احطها كده وان كليك. هو ايه اللي انت شايفه؟ وانا شايف نص سفير صح؟ فمعنى كده بتنور لي 180 درجه. قوتها الستاندرد واحد، ممكن ازودها اخليها مثلا 50. نور زودها اهي، نور. تعالي خدي هنا اهو، وتعالي زودي التارجت بتاعه ده، هو كده شغال بالمتر. وتعالي نتحرك بيه. في حاجه ظهرت؟ حد معايا ولا فين؟ بيظهر. استنى بس، انت عمال تقول لنا من شويه فيك، وتعالي عمال تقول لنا من شويه هيستمد وقعيه مش عارف مين. ما هو نور زي ما هو نور. لا، انت اول خطوه بتروحي تنشئيه كده، ثم هاجي بعد كده هتلاقي في عندك هنا وظيفه هنا اسمها ايه؟ دوم لايت. ومن جواها هتلاقي في عندك من ضمن الدوم لايت هنا في كلمه تيكتشر. التيكتشر دي انا بدل ما اروح اغير اللون، لا ده انا بقول له روح هات لي صوره. ايه بقى قصه الصور دي؟ الصور دي صور عباره عن حاجه، عارفين اللي هو الاتش دي، صور الاتش دي بتاع التلفزيون، او صور الاتش دي اللي بتجيبيها من على الموبايل او من على النت، اللي هي هاي ديفينيشن دي، اللي هي اسمها اتش دي ار اي. انا حاطط لكم كتير، او يمكن هبعت لكم كتير. ما حدش بردك قال لي ابعت لكم المكتبه ازاي. ها خلي بالك، اول وقت اتفقنا درايف. اتفقنا ثاني ده انسي. بص اتش دي ار اي اهي، حجم الصوره الواحده كبير. انا مش بتكلم على البريفيو ده، مش بتكلم على الجي بي جي ده، حد شايفه؟ انا بتكلم على الملف ده. حد شايف ده حجمه قد ايه؟ انا مش، احنا حاجة عامل شير سكرين لل 3 دي. طب كويس انت قلت. حد شايفهم؟ كده كده متكفى؟ كده شايفين. طيب انا بقى مش بتكلم على الصور اللي هي الجي بي جي دي، انا بتكلم على دي اللي هي اتش دي ار. هي حجم الفايل عندك كام تحت؟ الصوره 90 ميجا. هو هنا 90 ميجا. هو هنا انا حاطط لك المفروض في جوه اللايبرري دي في كتير قوي. طب ايه هي الفكره؟ انا هاجي هنا اهو كده جوه الماكس، وهاجي اقول له هنا اهو من نن، وهاجي هنا من جوه الفي ري، وهاجي اخد اللي هي في ري ايه؟ اتش دي ار. تمام خلاص، بيقول لي هاتها لي. طيب طيب ماشي، انا في ملفين خفاف هو ده اللي انا بشتغل بيهم عشان بس ايه الدنيا ما تهمكش، فانا هبعتهم لكم عشان تجربوا عليه. خلاص تحبوا ناخد نايت شوت ولا الصبح؟ تحبوا ايه؟ نايت عشان انت عايزين الصبح. لا حاسه نايت بيطلع احلى. طب ما نستنى الاثنين ونجرب ونقارن. ماشي اهو، فانا هاجي اخد مثلا اللي هو السكاي لايت العادي. ماشي اهو، ولا الهوا حد شايف في تأثير؟ بدل ما نعمل رندر؟ لا. تعملي انت ايه بقى؟ اول حاجه هتطلعي من قائمه الريندرنج، هتروحي تجيبي هنا ريندر سيت. وخلي بالك عشان لسه في خمس حاجات هتتعمل غير كده عشان الكلام ده يظهر. جوه الفي ري هتلاقي في عندك عنوان من تحت اللي هو اسمه ايه؟ انفايرمنت. واول عنوان انفايرمنت هشغله، وهاجي هاخد اللي هي ال HDRI اروح راميها عليه. واخدها انستنس. يبقى دي اول خطوه. على فكره انا هخلي لكم الشاشه موجوده والقوايم موجوده عشان تاخدوا اللقطه بالكاميرا عشان ما حدش ينسى. دي اول حاجه. طب ثم هاجي عندي من ريندرنج تاني، وهاخد انفايرمنت تاني، وهجيبها كده جنب اختها، وهاخد دي واحطها هنا بدل نان بردك انستنس. حد معايا ولا فين؟ هاجي اخد الماتيريال اللي هي دي، وهاخد اللي هي ال HDRI وارميها على اي كوره انستنس بردك. ايوه، ايه الهدف بقى ان انت تعمل كل ده؟ هنا انا بحطها في الفي ري، وهنا بحطها في الانفايرمنت اللي هي حوالين الكاسر عشان اشوفها، وجوه الماتيريال عشان تقدري تتحكمي فيها. يعني ايه؟ يعني اقدر، طب انا عايز اشوف، كبرها لي كده عشان اقدر اجي هنا اهو في الروتيشن ابتدي اتحرك بالكادر واجيب الجزئيه اللي انا عايزها. مش عارف انتوا شايفين قدامكم ولا لا؟ شايفين.
يعني انا مثلا عايز شمس مش عايز سم... عايز شويه سما في المكان الفلاني وهكذا. يبقى انا هنا بحدد المكان. طب برضك هي ما ظهرتش. اخر حاجه عشان تظهر عندك بقى قدام عينك هنا اهو من قائمه ديوز فيوبورت باك جراوند انفايرمنت ايه باك جراوند جت اهي جت. طب انا عايز استاذنكم بس حد ياخد لقطه ليدي قبل ما اقفل. ماشي تمام. اقفل بقى كده اهي اهي واجي دي كده واروح اعمل ايه. خلي بالكم موضوع المقارنه مهمه. حد فاكر موضوع المقارنه بتاعت الريندر؟ اه حد واخد باله؟ طبعا ما حدش هياخد باله وما حدش هيفتكر موضوع الريندر والكاسل ده واللون اللي بيترمي على الكتله مهم جدا. لازم يبقى فيه مقارنه عشان تقارن ما بين دي ودي. هنشوفها دلوقتي لما اجي اعمل نايترو. فانا هاجي مثلا اعمل طب كنسل وهروح اعمل هنا اهو على الجزئيه دي كده بس بدل ما ياخد الوقت كله. تمام اوفر في الوقت. حد شايف النويز ده؟ اه يبقى انا اروح ازود سب ديفيجن اللي كان بيسال عليه من ريندرينج. ايوه ريندر سيت اب هاجي هنا كده الهيستوري واروح اخزنها عنده. خليك هنا هقفل دي كده وتعالوا نمشي نفس المشوار تاني سوا. ها مين هيعمليني اللي فاكر؟ نعمل ايه بالظبط؟ انا عايز اخليها نايت شوت نفس اللي احنا عملناه من شويه. ماشي هندوس على النون دي هندخل ال HDRI اللي احنا عايزينها V-Ray HDRI. ماشي واخد تاني. اوكي في حاجه جت؟ مفيش. اول حاجه هجيبها منين؟ ريندرينج. من ريندرينج ايوه ريندر سيت اب مكان انفايرمنت واخد من هنا انفايرمنت اهي. طبعا لو عايزه تحذفي حاجه ممكن كليك يمين كلير. انت بالتالي لما تيجي تاخديها هنا كده دراج باي ديفولت اصلا هي بتمسح القديمه. بس اهم حاجه خدي بالك لازم تاخديها هنا استاذ. تمام. طب تاني حاجه من rendering environment ثم هاخد دي كده اهي ثم ماتيريال بقى ماتيريال فيري ماتيريال وهاخد اي واحده منهم اروح ارميها على اي كور انستنس. طبعا عايز اتحرك بكادر الشمس ده يمين او شمال زي ما انت عايز اهو بس بلاش فيرتيكال خليها هوريزونتال. الفيرتيكال ده مش منطقي شايفه؟ طيب تعالي بقى هنا اهو كده ونعمل ريندر. خلي بالك اللي هي ظهرت اصلا عشان انت من قائمه فيوز فيو باك جراوند انفيرمنت باك جراوند ظاهره عليها علامه صح. تعالي بقى نعمل ريندر على نفس الحته بنفس الكادر ونشوف فرق القبتين هل لونهم اتغير او اللون اللي نزل عليهم اتغير. اه وخلي بالك هو ما نزلش اتغير بلون واحد لا نزل اتغير بتدريج لون السماء. انتوا معايا في الفكره؟ ايوه يعني تعالي اعملي هنا كده سيف اهي وتعالي انت هي طبعا مش محتاجه مقارنه بس معلش هاخد دي كده هنا ايه وهخلي دي هنا كده دي. بص الفرق ما بين الكتله دي والكتله دي طبيعي يعني. وصلت؟ وصلت. حد يعرف يعملها ولا عايزه تاني؟ نجرب. تمام. دكتور هو ليه لما باجي سايف الشوت اللي انا عامله لها ريندر بالطريقه اللي انا دست يعني طلع لي المنيو بتاعتها وبدوس على سيف مش بيعمل سيف المفروض اعمل ايه؟ طلع لك ايه؟ مش طلع لي حاجه يعني هو طلع لي انت دوس على طلع لي فاضي اه فتحاها يا انيب. طيب دوس على الديسك اللي جنبها. ما انا بدوس بيدوس مش بيعمل حاجه. طيب شايف الثلاث شرط دولت؟ هاتي الهيستوري سيتنج هيستوري اه بيطلع لي منيو اه قول له انا عايز يوز البروجكت باث يعني روح اعمل لي هنا يعني حط لي الهيستوري ده في نفس الباس بتاع البروجكت بتاع ما انت حاطاه. اوكي ثم ادوس على سيف هتسيف. اه تمام شكرا يا دكتور. لا دي او هاجي لكم. ها ماشي تفضل.
هو الدكتور بعت الفايل ده اللي احنا بنشتغل عليه؟ انت لسه هسأل. لا لا ما بعتوش تقريبا. ممكن اجربه على الفايل اللي معانا وخلاص. يعني هو بعت اللي هي الباك جراوند ال HDRI؟ لا
يا جماعه تمام ولا ايه؟ يا دكتور حضرتك ما بعتش الفايلز. لا انا بعتها موجود عندكم الكشف. لا بعت ال HDM ال HDRI والكاسل. الكاسل انا بعته موجود اللي هو الفيرجن الثانيه من الفايل. اني واحد مكتوب فيرجن اللي هو في ريكورس 5_2. طب استنى بعته. طب الدنيا كده تبدو سهله ولا فيها مشكله؟ يعني حد حاسس ان تمام بتوضح يعني بتنور شويه بعد ما كانت مودرنج شويه ابتدت تنور شويه صح؟ شوفوا كده وصل يا جماعه الكاسه. في حاجة وصلت؟ لا. طب اضغطهم بقى ولا يبقى انا كده زودت السب ديفيجن هنا عندك اهي 128. الريزولوشن دي هناخدها لما نيجي الفاينل من عند الريزولوشن بتاعت الصوره باجي هنا من كومن اهي هو الستاندرد بيديها لك ايه 460 في 640 على حسب. طب احنا هنخليها 800 مؤقتا. طب احنا في الفاينل انا ممكن اوصلها لحد 3500 دي اللي هي عباره عن ايه الصوره طولها وعرضها كام بكسل في كام بكسل. اوضح شويه. حاسس ان دي طبعا مش عاجبك. لا يعني تمام حاسه ان هي احنا في الاخر هنظبط حر الريزولوشن ده بس النويز مفيش نويز خلاص ما انت رفعتيها طبعا 120 ده خلاص بيكسر حاجز النويز الموجود. حتى الشادو كمان اللي حوالين الصوره بصوا الصوره نفسها بقت نقيه ازاي؟ كده بقت اوضح؟ ايوه بقت احسن كتير. ايوه في نويز على جنب ولا حاجه؟ مليش. لا خلاص صح فدي مشكلتها او ده القصه بتاعتها يعني. نرجعها ايه تمام وصلت؟ وصلت تمام. وبعد كده خلي بالك لما نيجي ناخد ماتيريال الكلام ده هيتعمل حرفيا وهنطلع شوت. خلصوا يا جماعه ولا لسه؟ تمام. طيب في حد عنده سؤال استفسار؟ لا تمام هتدبسوا. كان سؤال؟ هو انا ممكن اوري حضرتك بس عشان حاسس ان انا يا ريت اي حاجه. طيب انا سالت تمام. هتلاقي في عندك النوع اللي هو الاخير بتاع اللايتس اللي هو اسمه اي اس لايت. ايوه اللي هو ايه الاي اس لايت؟ دي عباره عن لايت عاديه بردك ليها نفس المقومات وليها نفس اللي هي البارامترز بتاعتها بس ليها مجموعه اشكال. يعني ايه ليها مجموعه اشكال؟ يعني كان في مجموعه اشكال انا وريتهم لكم دلوقتي كانوا احسن 30 واحده وعندي حاجه و60,000 واحده اللي هم الاشكال اللي بتركب على اللايت نفسه. حد شايفها؟ طيب هعملها ازاي؟ انا دلوقتي فاتح هنا بس خدي بالك وانت بتركبي الاي اس ده لازم يكون في بيت لللايت. حد شايفه؟ يعني انت في عندك سبوت والسبوت ده انت جايه مفرغاه وعامله له مكان وهكذا. تمام. هو في حد تاني جه ولا كله ما جاش ولا كله فين؟ لا
مع حضرتك كده. لو تعبت ناخد امتحان. لا ما تعبناش ما تعبناش احنا واخدين ريكو. طيب خلاص فانت عندك ان هو لازم عشان تيجي تعمل الاي اس ده زيه زي اي وحده اضاءه لازم تعمليه زي الحقيقه بالظبط اللي هو عباره عن ايه. لازم يكون ليه بيت والبيت ده مفرغ ومطروح من اصل الكتله فوق زي ما انت شايفاها كده شايفه؟ زي الواقع. طب انا هعمل ايه؟ اروح انا جاي كده واروح جاي الاي اس واروح جاي رسم. هتبص تلاقي ان هي ليها سورس هو السورس اوف لايت اللي فوق ده والتارجت هو اللي نازل تحت. هتشايفه؟ تمام. انا هاجي اعملها بس خدي بالك برضك لما تيجي تعمليها اهم حاجه لازم تعمليها هنا برضك انستنس. يعني ايه انستنس؟ يعني تيجي تعدي لك واحده فالكل يتعدى. فانا هاجي اخدها كده وبيتها في مكانها. شايفة؟ ماشي تمام. طب بعد ما انت جيت عملتها على بس امسك التارجت اجي هنا من لايت عشان اعمل سيلكت على اللايت فقط اهي واروح طالع بيها السورس اهو وانزل بيه كده تحت وهمسك الاثنين كده ثم حاجه اقول له هنا شيفت واروح واخد في الاماكن الثانيه. بس خدي بالك الاهم هل هي مرسومه مظبوط في نفس المكان ولا مرسومه في سنتر بوينت او 0 0 0 شايفة؟ أوه يا مش عشان لما تيجي تعملي الكوبي يبقى الكوبي بتاعك طالع مظبوط. طيب ثم حاجة أقول له هنا كوبي أهي وأقول له لو سمحت أنا عايز ثلاثة غير الأصل وعايزهم انستنس. طبعا المسافات كلها مش متساوية ما بين اللي هي السبوتس أهي هظبطها همسك ده هو والتارجت بتاعه يعني تعالى نسلكت باي نيم عشان التفاصيل اللي موجوده او حتى هنا اجي اقول له لو سمحت انا عامل سيلكت على اللايت بس فقط اللي هو ده واروح جاي عامل سيلكت على دي كده اهي واروح جاي مخلصها كده شايفه ونتعامل بقى حد اللي هيحصل في واحده هيحصل في الكل. تعالى نبص هنا على المكان ده كده فانا ماسك واحده واجي اخش في الموديفاي ايه هي البارامترز الموجوده. البارامترز الموجوده ان انت طبعا ممكن اعمل لها انيبلد او لا وممكن اروح اعمل لها روتيشن بزاويه وممكن مانيوال بايدك بس الاساس وطبعا في عايزه شادو او لا. الحاجه الاساسيه اللي فيها ان انت بتروح تنادي هنا على حاجه اسمها اي اي اس فايل. يعني ايه؟ مش فاهم. الاي اس فايل او الاشكال اللي انا قلتها لك دي كل واحده منهم ليها درجه الايه؟ شكل وليها درجه لون وليها قوه. مش فاهم. انا هفصل بس الشير واجيب شير على الكل عشان اوريكم اللي هي اشكال الاي اس. اللي انا كنت مطلعها من شويه اللي هي موجوده فين اللي هي اللي هم دول. مش انت عندك كل واحده من الاشكال دي كلها ليها رقم تحتيها؟ طب هو اي رقم يعجبكم من الاشكال دي؟ 25 اللي هو ده. طيب انا هعمل ايه بقى من هنا؟ حاجه من هنا طبعا ده اللي هو الكتالوج بتاعهم ودي الملفات اهي. طب انا بنادي على الملفات دي ازاي؟ من جوه 3 دي ماكس واخش هنا على الاي اس فايل واجي هنا من كلمه نان واشوف هم موجودين فين واروح انادي على الفايل اللي هو رقمه 25. بمجرد ما انت بتنادي على الفايل ده نزل ده الديفولت بتاعه رقم وشكل. يعني ايه رقم وشكل؟ لو انت جيت لاحظت ان دي ما بقتش ايه؟ نفس الشكل القديم، نفس الستايل القديم ما بقاش موجود، نزل 25 اللي هو الشكل بتاع 25، حد شايفها في البرسبكتيف كده هنا او الكاميرا؟ طيب هتلاقي في المالتي بلاير ولونها موجودين اهو. ادي كالر اهو ممكن اجي اروح اغير درجه اللون وممكن اجي هنا اهو هو المالتي بلاير بتاعتها الفاليو كام؟ 585. يعني انت قصدك ان انت كل واحده من اللي انت تختارهم ليها قيمه جاهزه؟ هل ينفع ازودها؟ طبعا. يعني تعالى نجرب بس كده الاول واعمل ريندر ونشوف الشكل ولو ما عجبناش نبتدي ان احنا نزود فيه. معلش احنا مش حاطينها في مكان السبوت. يعني احنا مش حاطينها في يعني هي في لا هي تحت في الفرونت فيو. يعني هي تحت ما هي ما بتتسقطش جوه السبوت نفسه لان انت عندك السبوت ده فيه ازاز واحنا لسه ما خدناش ماتيريال. ماشي. ظهرت حاجه؟ يعني هو ظهر من شويه حاجه هوا. طب استني هو انا لو انا رحت شلت لو انا رحت شلت مثلا الشكل خلي بالك السبوت اصلا في اساسها ضعيف. يعني المفروض اصلا دي عباره عن اضاءه هاديه انفايرمنت وهاجي اشيل السكاي كمان كلير وهاجي امسك اي واحده منهم وهزودها برضك. يعني هي قيمتها كانت 500 وشويه تعالي نخليها هنا اهو كده مثلا 1000 وهاجي اعمل هنا كده رند
شايف حاجة؟ فرق باينة. لا بس طلع جامد قوي، ده مش سوت، ده انت حطيت لي كشاف ملعب. تعال نيجي هنا اهو كده، بدل 1000 هنا اهو هرجعها 500 كمان. ان انت اصلا بطبيعه الكشاف نفسه هو اضاءه خفيفه، اضاءه خفيفه يعني. فرقت كده؟ باينه خفيف. حلو. لو الشكل ما عجبكيش انت بتروحي تشوفي، عايزين حاجه ارفع شويه. بتروحي تشوفي الرقم كام اهي. هنختار رقم عشوائي مثلا، هناخد رقم 10 مثلا، 9 9 كويس الزعل. واجي اعمل هنا رندر، حد ملاحظ ان الشكل نفسه بيتغير؟ ايوه شكله بيتغير. يعني اعمل هنا رندر. شايفها؟ يبقى معنى كده ان انت عندك هنا مجموعه سبوتس، انت مجرد ان انت بتروحي تنقي الشكل اللي انت شايفاه في الكتالوج، وفي نفس الوقت بتيجي هنا من الاي اس تروح انت مختار له ايه الرقم كذا وهو بيروح يطبقه. بس خدي بالك احنا محتاجين حاجه كمان، احنا محتاجين ان احنا ننور السبوت، محتاجين ان السبوت ده نفسه انه ياخد ماتيريال، ما حدش يكرره زي ما انت بتشوفيه في الواقع زي ما تعمليه. يعني احنا لما نيجي ناخد ممكن نعمله بالمش، بس هتبقى لفه بقى احسن من المش. في عندنا لما نيجي ناخد ماتيريال في عندي حاجه اسمها سيلف اليمينيشن، دي بتروح تنور لي بس بالماتيريال. انا محتاج ان انور دي، وفي نفس الوقت شكل السبوت نفسه انا محتاج ان هو يكون ستانلس، او محتاج ان يكون ذهب او مذهب. ايوه الكلام ده انا محتاج عشان الشوط نفسه يطلع واقعي. تمام ولا فين؟ يعني مثلا تعال نعمل حاجه كده سوا. يعني الكادر بتاعنا ده انا هروح اخد مثلا هنا اهو دي الكاميرا اهي. خلاص؟ هاجي كده. هاخد دي كده، هاخد شيفت واروح واخد منها نسخه ثانيه. احسن ما اروح اعمل سكريبت وران سكريبت والقصه دي كلها. ما انت لازم تصححي الشوط. واجي كده الكام بتاعتي. بس خد بالك هي دي اصلا مش فيزيكال كاميرا. حد شايف حاجه؟ دي اصلا ايه معلش؟ فيزيكال كاميرا. مش بيلي؟ لا بيلي فيزيكال كاميرا. تعالي هنا كده وقلي بالكادر بتاعك. اجي كده بالاوربت واروح اعمل دي كده. واجي هنا كده واخش بايه؟ بالزوم عندي على الكاميرا كده. شايفها؟ كده. انا عايز واحده بس اللي تكون موجوده عندك عشان ايه هوريك هعملها. طب انا كده السبوت شغال، صاحبنا ده انا شايفه ان هو فيك، مش شكله مش حلو. ده المفروض ان هو يكون لونه ابيض، فباجي في الماتيريال. طبعا احنا ما خدناش ماتيريال. فهاجي هنا وكده الماتيريال واقول له هنا اساين وشو، وده بيبقى لونه جبس ابيض. ماشي. مثلا فرضا هندي الحيطه نفس القصه. مش قصتنا الوقت ماشي، لكن اللي قصتنا الوقت اللي هو ده. طب ده انا اروح اعمل هنا الت كيو عشان ما يفضلش غير. طب ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجتين. تعالى كده نتفرج عليه عشان يشتغل عليه. ده هو ده خلاص. طب ده بيتكون من ايه؟ ده. طب هل هو معمول له جروب؟ ما انت على حسب الكتله ما انت جايباها. طب ده كده ما فيهوش حاجه، فانا هاجي هنا يا اما اخليه ستانلس يا اما اخليه ايه ده هو شكل النحاس. هاجي هنا اهو راح جاي مديله مثلا هنا درجه لون، واجي هاخد نفس درجه اللون ده كده ماتيريال، واحنا ما خدناش ماتيريال، ده انا بس عايز اقنعك بالايه بالموضوع نفسه. واجي اخلي دي كده مثلا بوينت كذا خلاص، واروح جاي عاملها كده، واروح جاي ايه لو سمحت اديها الايفكت كده واقول له هنا اساين وشوف. يعني انت اللي انت عملته ده كل ده فرق؟ طبعا فرق. فرق ازاي؟ لسه برضك فاضل لك حاجه صغننه اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي شكل الازازه اللي منوره. يعني هو كده، لان هو فيه بعض اللي هي الكتل او بعض السبوتس بينزلها لك بيها. بس هي هنا جت بظروفها انها مش موجوده فخلاص ما جاتش عليها، يعني انت ممكن تعمليها ان شاء الله حتى ايه سلندر كده. وهاجي هطلع بيه فوق اهو. طبعا انا مش محتاج الثيكنس ده كله، انا يعني ان شاء الله اي حاجه ولو رفيعه يعني. طيب طبعا نخليها ناعمه. السكنس ده خليه ايه؟ حاجه يا دوبك ايه؟ اي رقم غير الزيرو. ماله ده؟ انا هسقطه في مكانه. طبعا بالسنابس هتبقى افضل يعني. هتروح انت عامله ايه؟ هتروح انت جايه هنا من الماتيريال، واروح جاي واخد هنا اي كوره
واروح جاي هنا مديله هنا وظيفه اسمها سيلف اليمنيشن اهي واروح اديله مثلا لون او اصفر او كذا او كذا وهعمل هنا طب انا استفدت ايه من الكلام ده؟ استفدت ان انت هنا اهو خليتي ده كمان منور وممكن زودي المالتي بلاير زي ما انت عايز. المالتي بلاير اللي هي قوه الاضاءه بتاعتك. يعني احنا في مرحله هناخدها ان احنا هنروح ننور بالايه بالماتيريال. تعالى بقى نرجع صاحبنا ده كده كما كنا. يعني ادي الكاميرا وادي هشيل الايزوليشن خالص ارجع الدنيا كما كان. هجيب الكاميرا الثانيه شوفها هي دي اه. وتعالى نعمل هنا كده ريندر على الكادر اللي قدامي وشوفي قولي لي انت الشخصيه الفرق اه ولا فرق. حسنا ان في سبوت فرق اه ده هنا في سبوت الله. طب ما اللي فات ده ما كانش سبوت. لا ما كانش سبوت ده كان كده حاجه فيك يعني اللي اللي انا اقصده ايه ان انت دايما تستغلي الموضوع ده وتشوفي الواقع عامل ازاي وتعملي زيه. مش عارف يا جماعه حد سامعني اه ولا لا عشان في بقيه الناس حضرتك يعني انت القصه مش ان انا اروح انور وخلاص. يعني هي الفكره اه في نور شكرا. طب النور ده جاي منين؟ فاهمه؟ طيب هيجي لك عميل مثلا انت اتخرجت او حتى لسه في الكليه هيجي لك عميل يقول لك باشمهندس الشوط ده مش حلو. طب ليه حضرتك ليه مش حلو؟ مش عارف ان هو مش فاهم خلاص. لكن هو جواه بيقارن حاجه اوتوماتيك بتحصل. يعني زي انت مثلا لما تنزلي اه لما تيجي تبص على اي حاجه انت في الواقع وتيجي تشوفيها هنا في الصوره مش لا مش حلوه. ليه يا ستي مش حلوه؟ لا هي مش حلوه. انا مش عارفه هي مش حلوه ليه بس زي الواقع. فانا اقصد كل ما انت اهتميتي بالتفاصيل حتى والله لو موديلنج لو ان انت الموديل بتاعك كويس هيطلع شوط كويس حتى من غير اي حاجه. فانا اقصد ان انت تهتمي بالتفصيل زي ما انت بتشوفيها في الواقع. ما تزهقيش ولا تقولي اوه انا لسه هعمل سبوت. يعني هي هتفرق في الشوط ده كل سبوت اه هتفرق. انت معايا؟ اه وصلت؟ وصلت. طيب اعملها تاني ولا تجربوها؟ قولي يا فندم. لا انا بس كان ساعه لما كنا بندخل اتش دي ار اي على في الماتيريال انا مش عارفه احنا المفروض بنعملها اساين للدوم صح؟ لا ما هي كده كده اصلا جوه الدوم. انت بتختار الاتش دي ار اي من الدوم. انا ليه حطيتها في الكوره اللي هي في ماتيريال عشان تقدري تلعبي وتتحكمي في مكان الايه الصوره يمين او شمال. بس انا ما بحطهاش في حته لان هي ما قبلتش ان انا اتحط. يعني كان الاساين دي اصلا كانت جراي مش طب ما توريهاني. طيب يعني وريهاني يعني وريهاني شوف ماشي. انا بس قبل ما توريهاني عايز اوريكم حاجه قبل ما انتوا تجربوا ده. بص الاي اس في عندك كتير قوي من الاي اس الموجوده. يعني هتلاقي في عندك لو ربنا كرمنا ان شاء الله وديتك الحاجه دي دي مجموعه اي اس. يا نهار اسود كل دول حد شايف حاجه؟ اه في سؤال في مشكله. انت عندك هنا هو دولت ما لهمش كتالوج لكن انا هبعت لكم كمان في برنامج في برنامج اهو فين هو اللي هو ده اسمه اي اي اس فيور هو ده من غير سيت اب ولا حاجه. طب ده البرنامج ده بيعمل مش عارف حد شايف عندي اه ولا اه شايفين. طب ده بيعمل ايه؟ كل انت بتيجي تعمليه ان انت بتقولي له والله روح للمكان الفلاني. ايه هو المكان الفلاني ده؟ تعالي مثلا هو مش هيرضى يخش من هنا فانا هروح اجيب لك هنا الملفات اجيبها بره للتجربه مش اكتر يعني. اوكي يعني وليكن دول كوبي اجيب من هنا بيست خلاص وهفتح البرنامج. ايوه تقصد ايه بالبرنامج؟ يعني انا هعمل بيه البرنامج هقول لما تيجي هنا انت عندك هنا جوه البرنامج نفسه فين هم الاي اي اس نقفل البرنامج ونفتحه عشان نعمله ريفرش. اهو ادي البرنامج ما هو لما بيرخم بيرخم يعني بس ماشي. على هنا نيو فولدر اهو اسمك ايه؟ انا ساره. واحط جواهم هم الملفات يعني مجرد ان عملت رينيم للفولدر لا اكثر يعني بس عادي تعاملي عادي بمنتهى الهدوء يعني خلاص. البرنامج موجود عندي اهو
فانا هاجي هنا اهو كده هقفل وافتح واشوف فين الفولدر اللي هو بتاع صور. هو لازم تعمله ايه ريفرش البرنامج اهو البرنامج اهو واشوف اسم سارة اهو شايفه وادي الهيلن الاي اس. ايوه يعني انت ماشينا الفرح ده كله ليه؟ انا هستفيد ايه لما تيجي تضغط على الاي اس؟ بيقولك ان اللمبه دي قوتها كام واط شايفه؟ يعني انت تقدري تحسبي انت عايزه كام سبوت على بعد مسافه قد كذا. خدتي بالك؟ وانا لسه هقعد احسب. طب انا عايز اشوف شكلها عامل ازاي. شايفه انت اللمبه دي؟ دوس عليها وادي شكلها. يعني انت مجرد اختيارك ده عامل زي كتالوج بيعرض لك اشكال اللايت. طبعا انا ممكن اعمل زوم ان او زوم اوت عشان ايه اقدر اتخيل شكلها وازود البرايتنس لو انا عليت المالتي بلاير يبقى شكلها عامل ازاي عشان تنتقل افضل. طبعا احنا ما عندناش وقت للكلام ده. لما بيكون في زنقه شغل بتبقى في حاجه متعود عليها وبتحطيها فاهماني؟ على الاقل هتختار لي خمسه سته خد بالك وهتستخدمها من ال 64000 وشويه اللي انا بعتهم لك. وصلت؟ ايوه تمام. طيب حد يعرف يعملها ولا ايه رايكم نجربها تاني؟ تحبوا ايه؟ لا احنا نجربها. نجربها احنا. انا عايز ابعت لكم الاي اس عشان تشتغلوا عليه. خلاص؟ تمام. الاي اس هبعته لكم يعني مثلا الفولدر اللي هو بتاع ساره ده هبعته لكم هبعته لكم من جوه بس بالكتالوج بتاعه. هبعته لكم على الوقت حالا دلوقتي. هو انا عايز اسال حاجه. قول يا فندم. هو انا ما ينفعش يعني لما احنا جينا نعمل الابليك والنجفه عملناه واستخدمنا السفير. ماشي وانا ما ينفعش استخدم مثلا الاي اي اس فيهم او استخدم في السبوت دي السفير بدلهم. بس خدي بالك هل شكله هيبقى مظبوط ولا فيك؟ خدي بالك هل النجفه اللي عندنا في الريسبشن هل هي بتنزل لي نفس الايفكت؟ لا. طيب يبقى انت كده انت كده حتى ايه اللي هيجي يبص على الحاجه دي يقول لك انا ما مش مقتنع باللي انت بتعمليه. ليه يا سيدي؟ هو منور لكن ما هوش طبيعي. ايوه يعني احنا هدفنا في الاول وفي الاخر ان اللي يشوف الصوره يقول الله حلوه. الله حلو هو مش فاهم بس هو يا دوبك هو بيقارن ما بين اللي شافه في مخيلته في دماغه في الحقيقه وما بين اللي انت بتوريه له في الصوره. خدت بالك؟ ايوه تمام. بص الفايل انا ضغطته اللي هم ال 30 واحد وهبعته لكم على الواتساب. ماشي اتفقنا؟ اتفقنا. هي المشكله ان انت الصوره دي شايفه الصوره صح؟ انت مش انت قلتي لي هعملها مش لايت؟ بس احنا قلنا نعملها سيلندر بعد كده. ماشي ماشي ما هو مش لايت. صح صح ماشي. بس استني بقى انت مش لايت هتروحي تعملي كام واحده مش لايت؟ يا نهار ابيض ما انت خلي بالك مش لايت بياخد اوبجكت. ايوه وانت لو كررت الاوبجكت هيكرر معاكي من غير المش لايت يعني مش هينور. ايه ده يعني ايه؟ مش انت عندك لما تيجي تعملي مش لايت حامل سلندر واحوله بولي وبعد كده بيك واروح واخد الاوبجكت ده حلو. هتكوبي بقى المش لايت ازاي؟ ما انا هكوبي السلندر برضو ولا كده كتير قوي؟ لا ما انت هتكوبي السلندر. طب والمش لايت بس مش هيعمل مش جدع. لازم اعمل بيك كل واحده. شفتي بقى؟ لا شفتي بقى انا قلب عليكم ازاي؟ شفتي؟ واضح. بص تعالى نجيب هنا اي حاجه من الكتالوجات اللي موجوده او اي فايل اللي احنا بنشغله بس يكون خفيف عشان بس ايه ما ايه ما ايه ماشي إيه. هنشوف حاجه. حد فاكر الحاجات دي؟ تمام صح؟ والله يا جماعه هو النهارده المحاضره كام؟ الموضوع بيجري جدا. لا مش 10 احنا عشان بعت لكم تقريبا الفيديو العاشر المره اللي فاتت. لا احنا النهارده العشرة. النهارده العشرة؟ صار بسميه في فولدر لكل يوم. طيب بص عادي تعالى بقى ما تدوخناش تعالى ناخد اي فايل خلاص. ماشي تعالى هنا على الديسك توب خش على الماكس خش على استنى الفايل ناخد من هنا تعالى ناخد صاحبنا. ممكن الاستاذ الانتيريور اللي احنا كنا عاملينها كده. لا انا محتاج استوديو. انا محتاج استوديو فيه الانتيريور. او الانتيريور بس انا ما حفظتش بقى اللايت. يعني بص انا مش هممني ده. انا عايز الاستوديو بس خلاص. فانا هعمل ايه؟ انا عندي هنا دي كوره اهي. انا بعمل حاجه خفيفه بس هجيب لك اهي اللي هي دي
شايفه؟ كده على الحيطة اهي عشان التحيز. طيب هتعمل ايه عشان دي تنور؟ انا هاجي كده لايت وهاجي اعمل هنا مش لايت اهي واجي اقول له يري لايت واجي اقول له لو سمحت اديني هنا مش شايه اهي وهكليك بالماوس ماشي. ثم دي هحولها بولي صح؟ خلاص واجي اخد دي من موديفاي واجي اقول له هنا بيكل مش. طب انا عايز 10 ينوروا هتروحي انت عامله ايه؟ اللي انت حولتيها دي روحي اعملي منها 10 على حسب العدد اللي انت عايزاه. ثم بعد ما تعمليها تعالي هنا كده من جوه ايديت بولي هتلاقي عندك هنا امر اسمه ايه؟ لو حد جدع يقول لي التاتش وتروحي تجيب الماوس على كل واحده من دول كده هيعتبرهم هي عباره عن ايه؟ اوبجكت واحد. يبقى انا لو جيت خدت دي اهي وجيت قلت له هنا بيك ولو سمحت دوس على دي اي واحده منهم خد مين؟ اختارهم كلهم. طبعا الدنيا ولعت عشان هم كلهم ايه كذا واحده. وصلت الزتونه؟ وصلت. نوروا؟ نوروا بيكوا منورين بيكوا. خلاص؟ يهمني بقى انت كل مره من الحاجات دي كلها ان انت تفكري اللي انا بقوله ده اللي انت تفكري فيه. انت فاهماني؟ تيجي نتناقش في صور واخلي لكم دي مع اختها تعملوها في البيت؟ ماشي او براحتهم يعني. لا تمام ماشي. يعني انا قصدي من وجهه نظري انه ماشي. طب في حد وجهه نظره حاجه ثانيه؟ لا لا تمام. بس في البيت دي اللي هي ايه تسلمي قبل الفجر. حاضر. اللي هو السلم. الحمام ده ممكن اللي هو المفروض نعمله دلوقتي. يعني مثلا انا عندي دي. انهي نوع بقى من انواع اللايت؟ السفير؟ ولا اي اس؟ شايفه عشان الايفكت ده؟ انا بصيت على يعني تحت الشابو دي. بس استنى الشابو نفسه اصلا عامل ازاي؟ ما الشابو ده بيبقى عباره عن ماتيريال مش هيفضل كتله. نعمله سيلف اليمنيشن. بس خدي بالك لو انت عملتيه سيلف اليمنيشن مش هتعرف على تحط عليه ولا ازاز ولا خامات ولا اي حاجه خالص، هو هينور. فانت لازم تكوني انت شايفه قدامك ايه نوع الخامه اللي قدامك دي. لان هي طبعا ريزولوشن مش حلوه فيها اي بس دي عامله ازاي؟ يعني في من تحت ومن فوق ده اللي هو ستانلس مثلا وهنا باينه شويه تمام؟ فمعنى كده ان هي خامه ومديه لون. تعالي تعالي نشوف ده ايه الاضاءات الموجوده؟ السبوت بتاعتنا هتبقى اللي هي الاي اس اللي في السقف. طب ايه تاني؟ والنجف هيبقى سفير. ليه؟ هيبقى سفير؟ اللي هو انهي واحد؟ اللي هو نازل ده. بس خدي بالك هو سفير هيتسقط جوه الاوبجكت. يعني ده بالفعل اوبجكت موجود، فاهماني؟ يعني الكلام ده موجود جدا. مش انتوا مش عارف انتوا مش احنا نزلنا مجموعه كتل ولا اوريكوا؟ مجموعه كتل لايت. لا مش عارف. العربيه اي حاجه جربنا عليها. جيت دخلت على جوجل وطلبت منه فري مودلز. ده احنا بننزل مودلز عاديه يعني من الانترنت. بس احنا ما نزلناش لايت معين. قصدي مودلنج لللايت ننزل عادي. شري دي ماكس. وخلي بالك هيبقى حظك حلو لو هي اصلا كمان معمول لها جروب، يعني انت تقدري تمسكي حته فيها وتغيريها. معايا؟ يعني جيت دخلت على ده. اوكي. هو كان في واحد احسن منه اعتقد هو ده. والكاتيجرز هنا هتلاقي في هنا رامس مثلا اهي. حد شايف؟ عيشي بقى يا نهار ابيض. الكلام ده انت واحد وعندك 145. انا بس محتاج منكم حاجه كمان، لو حد يعرف يجي لي مثلا ياخد الحاجات دي يوم الاحد وبكره اجازه. يعني اجيب الهارد معايا بس يقول لي وانقله كل الكلام ده وتعيشوا القصه. يعني في شويه حاجات لازم نعمل كده فعلا. اي حد منكم بس يكون هو عارف طريقه ازاي ان هو يرفعها على الجوجل او الحاجات دي.
كبير أوي. طيب بصوا من هنا لحد ما نتقابل لو انا عرفت ارفعها لكم ومشيت مع الخطوات اللي انتوا بعتينها لي كامل ماشي. ادي واحده اهي هاجي اعملها هنا داونلود. الله هي نزلت. ده انت نزلت بتفاصيلها. ده انت ممكن تغير اللي هو شغل الفرجهات اللي هي اللي موجوده فيه. يعني انت بعد ما تنزل هي لسه قدامها شويه كتير فاهماني. يعني هي لسه قدامها شويه حلوين. هي 63 ميج فمع كده ان هي موجوده ومعمول لها جروب. طيب ده ياخد ده ياخد ستانلس او ده ياخد مثلا ميتال او ده ياخد ازاز وهكذا. كل حاجه تاخد حاجه. طيب في حاجه تانية؟ ما حدش ينسى مع اللايت الجاما. حد معايا ولا فين؟ ايوه خلاص دي حاجه. تعالى تاني طب ده ده في سبوتس في السقف بس ما تنسيش وفي عندك فوق المراية تمام وفي عندك في الجهة اليمين كمان مداخل مدخلة نور طبيعي. وخدي بالك في حاجة البانيو اللي في الآخر في إزاز ثم شجرة والمكان فوق مفتوح. ماشي اكستيرير يعني مفتوح على بره. لايت نعم فدي اللي هي سان لايت العاديه اللي هي اللايت العادي سان لايت. قصدي يعني كالسكوير اللي ورا ده ما ينفعش احط عليه بلين غير السان لايت. ممكن طبعا ممكن اكون مقفلها بس خد بالك افكت البلين غير افكت سان لايت. تعالى تاني. طب ده مش زين هحدده وهعمل مش مش لايت. طب في حاجه ثانيه غير مش لايت؟ انا في عندي سكاي مفيش شمس بس كان في سكاي. سكاي ايه معلش؟ سكاي لايت ريندرينج انفايرمنت سكاي في ري سكاي. تعالي ده بقى ده هعمل ريكتانجل وهعمله ريندرينج اللي هو الليد. وبعدين هيبقى مش فده مش لايت. حلو ده بالشبهات والابليك اللي على جنب. الابليك دي هتبقى سفير بس السفير هتديك الايفكت ده ما هو مش قوي. ماشي طب الشبهات دي اي اي اس باينه فيها اي اس؟ لا انا اعملها بقى ولا تعمل ولا سيلف اليمينيشن سيلف انا مش انا مش عارفه امتى. انا عارفه امتى يعني امتى اختار مين عارف المحدد الوحيد ليك اللي هو ايه والله ولا ليه اي قاعده الشادو الشكل اللي انت شفتيه في خيالك واللي هيطلع لك هنا اهو فين اوكي. انا مش بقول لك يعني بص عشان بس الكلام يبقى واضح يعني ما حدش يقول لك انت في المكان الفلاني هتحطي لي كذا في المكان الفلاني تحطي لي كذا انت شفتي ده؟ لا خلاص انا شفته طيب. وشفت الايفكت بتاعه هتعمليه زي ما هو بالظبط. ماشي طب تعالي تاني طب ده كل الحاجات اللي هي الرفعه دي ممكن ماشي برضو مش لايف. وبعدين في بره في سفير اللي هي نازله من السفير صح. ودي ممكن تبقى سيلف او مش ممكن تبقى سيلف عادي او زي ما عملنا ان هي تفاصيلها مش باينه. ماشي طب تعالى ناخد بقى هي حته اكستري نجيبها ضلمة خالص. متهيألي اكستيريو وحشكوا صح؟ لا ليه؟ لا ليه؟ احنا يعني انا حاسه ان انا مبسوطه ان انا بطلع عشان شكلها رين من جوه بس يعني اكيد هبص برضه. انت عارفه انا بديكوا انتيريو ليه؟ عشان تفاصيله كتير. ف
تفاصيله كتير والإفاكتس بتاعته بتاعت اللايت بتبقى يعني مدرجة بشدة يعني لازم تبقى دي دقيقة كتير متبان. في كمية حاجات انا مش عايز اقولكم يعني الفيلا دي تبع الانتيرير بول اللي ايه البول الانتيرير شوت دي تبع الفيلا دي صح اللي هو اللي فات هو ما فيهوش اللي هو كان فيه بول جوه فوق ال لا لا حاجه ولا حاجه لا ده حاجه ولا ايه حاجات اللي كتير عامة ده جوه وبره يعني هنا تقريبا مستخدم كل حاجه يعني انت عند انت عندك اللي هي السكاي لايت ثم عندك السبوتس اللي هي موجوده في البسين خش جوه بقى هتلاقي بقى فيه ليد هتلاقي خير ربنا كله موجود. ايه رايكم تعملوا دي بدل السلم وشوط الانتيريور يلا وبالمودلنج بقى صح طب اكيد مش المره الجايه تسلم صح ليه النهارده ايه النهارده الاربعاء طيب ده انت عندك خميس وجمعه يا جماعه كنا نقول طب خليها يعني الموضوع ماشي خليها دي لما ناخد الكاميرا ان احنا ناخد كاميرا المره الجايه ان شاء الله طيب تعالي يعني مش هنعمل دي صح لا لا بس طب ده يمشي سلف ولا يمشي مش لايف سلف يمشي مش برضو ويمشي مش برضو يمشي كل حاجة مش باين حاجة بس ماشي في سبوتس في الوال دوت في البول ولا انت ما تمشيش مش هي كمان تمشي عشان هو مش باين مش باين طيب الهدف بقى من كل الرغي ده كله اهم حاجة ان انت تحللي شكل اللايف خدت بالك لان انا في مرحلة هاجي اقول لك ايه بس المرحلة مثلا تكون انت فاضيين فيها يعني انا هاجي اقول لك مثلا السين اوبتيك انت او ريسبشن عندي خلاص طب مش معنى الريسبشن بتاعي ان انت خلاص انت متربيه هناك فانت اللي انت هترسميه جوه الماكس انت عايزه تشوفيه زي ما انت شايفاه انتوا معايا ولا لا انت هتقدري تحكمي على حاجه بالفعل موجوده عندك وقصادك ولما تيجي تقفلي النور هيبقى شكله عامل ازاي ولما اجي اخلي مثلا السكاي لايت بس هو اللي موجود او السان لايت يبقى شكله عامل ازاي دي حاجه في منتهى الاهميه وده هديها لكم المره الجايه ولو حد يحب يجتهد فيها يا ريت يعني انا انتوا كده كده معاكم خميس وجمعه حابين تخلوا انا بتكلم بجد والله يعني اصل الكورس ابتدى يتفرق فاهماني فاحنا لو دوسنا بزياده خلاص لو انتوا يعني لو ده يستحسن لو عايزين تعملوا شوط واحد بلان اديته لكم وكل واحد يرسم ريسبشن عنده انا ما عنديش مانع ايه رايكم تاني معلش انا مدي لكم شوطين هنرسم واحد واحد فقط والتاني يبقى كل واحد يرسم ريسبشن عنده ايه رايكم اوكي ماشي وصل تمام ماشي وصلت باللايت كل ولا هو مودرنج ولايت انا عم بقول طبعا الكاميرا احنا لسه ما خدناش ماتيريال وخلي بالكوا بالتفاصيل اهم حاجه التفصيل